بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طلاب الأعزاء، طلبة قسم الرياضيات المرحلة الثالثة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة في سلسلة محاضرات حول الأكسل والإنترنت. هذه المحاضرة الثانية بالنسبة للإنترنت، تعتبر المحاضرة السادسة بالنسبة لسلسلة المحاضرات. هاي المحاضرة اللي نتعرف انه بالمحاضرة السابقة حسب ما تتذكرون انه احنا تطرقنا الى انه كيف ممكن ان ننشئ الايميل، واستفادينا انه من خلال المتصفحات انه دخلنا وانشئنا ايميل خاص بينا، وعرفنا شنو الهيستوري للانترنت وشلون وجد وشلون نقدر نوجد انترنت. هاي المحاضرة All participants are muted. راح نجي نعرف البراوزر. شنو البراوزر؟ عرفنا المحاضرة السابقة بالإنترنت والإيميل، لكن هاي المحاضرة بدنا نعرف شنو البراوزر، شنو الفائدة من البراوزر، ما هو البراوزر؟ البراوزر هو عبارة عن سوفت وير يخليك من خلال انه تسمح انه توجد مجموعة الويب سايت الموجودة عبر الانترنت. احنا الانترنت عرفناه بالمحاضرة السابقة شنو؟ انه عبارة عن شنو؟ نتذكر عرفنا الانترنت بالمحاضرة السابقة عبارة عن شنو هو؟ بالإضافة شبكة عالمية، جزء من التعريف. أكيد ما مراجعين المحاضرة، ضروري الطلاب تقولوا المحاضرة محاضرتها. فنعرف هنا أن الفري براوزر هو عبارة عن برنامج وسوفت وير، هو أحد أنواع البرنامج السوفت وير، يسمح لك إلى أنه تستعرض الويب سايت الموجودة حول الإنترنت، بالإضافة إلى تكون تعرف ان انت تختار الصفحة اللي انت راح تدخل عليها. اذا فتحت الصفحة ممكن هاي الصفحة عبارة عن هكر، او ممكن هاي الصفحة عبارة عن فيروس، ممكن هذا السايت عبارة عن شيء اخر، عرضك عرض البيانات مالتك والملفات الشخصية الخاصة بك للتلف. زين، من انواع البراوزر هو الجوجل كروم، انترنت اكسبلورر، سفاري، مايكروسوفت ايج، والمويزيلا فايرفوكس. اكثر الاستخدامات اللي يستخدموها المتصفحات هو جوجل كروم بالاضافه الى المويزيلا فايرفوكس. هذين المتصفحات الاثنين المستخدمات دائما. خلينا نجي ناخذ فيديو يوضح لنا بمختصر بعبارة عن دقيقتين او ثلاث دقائق يشرح لنا حول الويب براوزر وشلون راح ابدا استخدمه. طبعا هو راح يشرح لكم اياه بالفيديو بشكل انجليزي، اني نفس الفيديو تقريبا اشرح لك اياه هم بالانجليزي كاتبه بشكل كتابة، اشرح لك اياه بشكل مفصل اكثر. راح نجي نشوف الفيديو سوى ونشوف الفيديو شنو فات. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life.
A web browser is a tool you use to access the internet. In order to make the most out of the internet, it's important to understand the basics of using a web browser. There are many different web browsers, including Chrome, Safari, Firefox, and Internet Explorer. All of them allow you to view websites, but they each have a different look and feel, so picking one will depend mostly on your personal preference. Right now, I'm using Chrome. When you open your browser, at the top of the window, you'll see the address bar. This is where you'll type the web address of the page that you want to visit. If you've been to a website before, your browser may suggest it, or even automatically complete the address for you. If you see the address you're looking for in the suggestions, you can just click it, or press enter when you're done typing. لهنا أنا كانت تعرف لكم كانت تعرف أنها تقول لكم عبارة عن الفيديوهات البراوزرات من مجموعة براوزر كل براوزر له خصائص معينة ومن خلال أنه تكتب الرابط في هذا المربع اللي موجود أشرف عليه يقول لك تقدر تكتب أي متصفح تبدي بال www.az.com من كتبته طلعت مجموعة مختصرات إذا أنت كنت مستخدمة سابقا راح تلقاه موجود من ضمن المقترحات أسفل وما مختار فهو يقترح لك أنه هذه المواقع تقدر تنقر عليها ممكن لا تنقل بما أنت تريده هاي الترجمة هذه الكلام اللي حد هنا كمل Most of the time, you're going to go from one page to another by clicking on links. To go back to the page you were just on, you can click the back button. To return to the first page, click the forward button. If you see a link that you want to click, but you don't want to navigate away from the page that you're on, you can open the link in a new tab. Just right-click the link and select Open in New Tab. This opens the page behind the current page, so it doesn't take you away from the original site. You can also create a new tab by clicking here. And then typing in the address or name of any site you want to visit. To close a tab, just click the X. If you're on a website that you know you'll want to visit again later, or a website that you go to frequently, you can bookmark it. Most browsers have a button right next to the address bar that lets you easily bookmark any site. Once you've bookmarked a page, you'll be able to go to it again. In Chrome, you'll click the Settings button, select Bookmarks, and then select the website you're looking for from the list. Even if you don't bookmark a site, there's still a way to find it again later. Your browser keeps track of all the websites you visit in a feature called History. All browsers allow you to access your history. In Chrome, you can access this by clicking the Settings button. You can then click on a site to go to it. And as you may remember from before, you can begin typing in the address bar and your browser will make suggestions. These suggestions come from your history and bookmarks. The locations of these buttons and other options may vary a little depending on which browser you're using. But you should be able to perform all of the same actions, no matter which browser you decide to use. الفيديو كان مختصر عبارة عن 3 دقائق ونص فيديو سريع يستعرض البراوزر بصورة عامة أعتقد أنه اللي يعرف شوية إنجليزي فهم المحتوى مال فهم محتوى المحاضرة وفهم المحتوى اللي تقصد به اللي شرحته بشكل سريع بالفيديو راح ننتقل اللي احنا بدنا نشرح
نجي نقول الـ URL اللي هو أو الـ address bar أو الـ website. بالبداية لازم إحنا نعرف إنه كل URL هو فد مختصر address، يعني أكو عندك عنوان كامل وأكو عندك URL اللي هو نعتبر الـ website مالتك، والادريس بار نقدر نعتبر الادريس، واكو مكان نخلي بيه الادريس اللي هو الادريس بار. يعتبر الادريس بار اللي هو المكان اللي راح نخلي بيه الادريس. فرضا لو تلاحظ هنا انه احنا نريد نخلي ادريس فرضا البي بي سي. لو تلاحظ انه احنا نريد نخلي فد شيء انه موقع سايت، مباشرة جوا شيء يخلي علامة باللون الازرق. لو تلاحظون هنا انه من اوقف مباشرة شيء يطلع لكم، يطلع مختصر الى الويب سايت. بننقر على هذه المحاضرة، يعني بننقر على الويب ادرس هنا، ندخل على ادرس، مجرد ما انقر تلقائيا راح يوصلني الى الموقع اللي يعني مرتبط له. هاي الصورة توضح لنا انه انا بالادرس بار شلون كتبت ودخلت الموقع اللي انا اريده. شنو اللينكس؟ اللينكس هو عبارة عن ارتباط، اكو هايبر لينك واكو لينك. شلون نعرف انه هذا بي هايبر لينك، يعني بي ارتباط مكان اخر؟ شلون نتعرف على هذا الشيء انه موجود بي ارتباط ومكان اخر؟ نعرف لو تلاحظون هنا يقول لك احنا انه راح يكون جوا خط تشبيه بلو، انه اذا تعرفه بي هايبر لينك اور لينك يعني ويا لينك اخر، نعرفه وين يصير اندرلاين وباللون شنو؟ لون ازرق، عادة ما يكون باللون الازرق تمام، او مرات بلون اخر، لكن عادة ما يكون اذا كان هايبر لينك او لينك اعتيادي شو يكون؟ يكون باللون الازرق. لا تلاحظون هنا مثال عندنا اكزامبل اخذنا عليه انه نشوف اللون الازرق هو uokufa.edu.iq موقع جامعة الكوفة، ومجرد ما انقر عليه راح يفتح لي شنو؟ موقع جامعة الكوفة. راح انقر عليه، راح يقول انه افتح، اسمح له بالدخول الى صفحة الويب سايت. لو نلاحظ هنا أنا مجرد ما انقرت عليه شو فتح لي؟ فتح لنا موقع جامعة الكوفة وبالشكل اللي احنا نريده. Innovation Button. Innovation Button اللي تلاحظون انا شرحتها بشكل سريع، يعني على مود نريد ننتقل من صفحة سابقة أو الصفحة اللاحقة من خلال ذن الأزرار. لا تلاحظون من خلاله، من خلال ذن الأزرار عندنا فورورد بوتون وباك بوتون، باك بوتون السابق وفورورد بوتون اللاحق تمام. نقدر نعيد تحميل الصفحة كذلك من خلال هذه الريلود اللي هنا موجودة. اللي قلنا عليه شنو؟ ريفرش ريلود بوتون، بنصيح له احنا شنو؟ ريفرش. يقول له دائما حدث الصفحه. شلون تحدث الصفحه؟ بهذه العلامه بالريلود بوتون. طبعا الفايرفوكس والمويزلا والجوجل كروم تقريبا متشابهات بالعمل. التابت براوزر، شنو التابت براوزر؟ احنا فرضا نريد نفتح صفحة جديدة، نريد نفتح صفحة جديدة يعني أكثر من صفحة، فنقدر نفتح أكثر من صفحة بالمتصفح اللي احنا موجود. عادة نفتح على صفحة واحدة، بس أنا أريد أن أتصفح
يفتح لي اكثر من صفحه مو صفحه واحده. فانا اخلي البرنامج مالتي يفتح لي اكثر من صفحه. يقول لك ايمن نقدر نفتح عن طريقتين. اذا اريد ان افتح الفرض المتصفح بداخل يعني اكو هايبر لينك موجود داخل هذا بصفحه جديده. قلت لك ايمن علي انقر ومن ثم اضغط اقول له نيو تاب مثل ما مؤشر بهذه العلامه. تلاحظون؟ مجرد ما ننقر على كليك ايمن رايت كليك ايمن على الهايبر لينك ومن ثم نقول له اوبن ان نيو تاب راح يفتح لنا اياها في نافذه جديده بنفس الويندو بنفس الصف. او اذا عندنا موقع اخر نريد احنا ندخل عليه مجرد ما ننقر على النيو تاب مثل ما تلاحظون هنا مجرد ما نريد ننقر على النيو تاب. اذا نريد نغلق الصفحه اللي احنا فتحناها من نقدر نغلقها؟ نقدر نغلقها من علامه الاكس اللي موجوده بعد الصفحه وليس المتصفح. شوف هنا عندك علامه الاكس اكس هنا وعندك علامه اكس هنا. العلامة الاكس اللي هنا هي غلق الصفحة وهنا غلق المتصفح. الفرق ما بين الاكسين الموجودات اكو لغلق المتصفح واكو اكس لغلق النافذة. البوك ماركس اند هيستوري شلون نقدر نسوي احنا بوك ماركس؟ لو تلاحظون خلال الفيديو اللي شرحت لكم اياه بشكل سريع خلال 3 دقائق انه مجرد ضغطت على علامة النجمة راح يخزن لنا الصفحة اللي احنا نريدها بيبن. مجرد ما نقرا عليها يخزن لنا اياها وشوفت ما نقدر نرجع لها. تلاحظون العلامة المؤشرة باللون الاحمر هنا نشرتها نضغط على هاي علامة النجمة بالمتصفح راح يظهر عندنا امامنا مجرد ما اقول له دان راح يخزن شنو؟ يخزن لي اياه بالمكان اللي انا اريده وبقدر بعدين استعيده. شلون نقدر نستعيده بعدين؟ نقدر نستعيده من البراوزر فنقدر نروح من الهيستوري مالته اولا او نقدر نروح من السايت اللي انا خزنته وروحا الى علامه البوك ماركرز من خلال ذني الثلاث شفتات اللي موجوده بالجوجل كروم او الموزيلا واختار البوك ماركس ومن ثم اختار الصفحات اللي انا وطيهن بوك ماركس. بهذه الطريقه العلامه اللي انا قلت عليها ويفتح لنا البوك ماركس. نجي هنا عندنا فرضا بالبراوزر عندنا صفحه نريد نخزنها صفحة معينة بنخزن مثلا هذا الرابط مال الفيديو عجبني لهذه المحاضرة فرضا فبنخزن الرابط مالتها. شلون كليك ايمن عليها اقدر اقول له شنو؟ سيف لينك از. من اقول له سيف لينك از راح يجي يخزن لي اياها وين؟ كصفحة ويب سايت كاملة اقدر استعيدها في وقت اخر هي والملفات الملحقة بها. وخليها دائما في فولدر على مود الملفات الملحقه يخزن لي اياها بنفس المكان. وين نقرنا؟ نقرنا رايت كليك على اللينك هذا رايت كليك نقرنا عليه ومن ثم سيف از لينكس. شلون نخزن ايمج؟ عندنا صور نخزنها. لا تلاحظون بهذا المثال اللي امامكم عندنا هاي الصوره الموجوده على الانترنت اقدر انا اخزن الصوره مالتها هم كذلك من الجوجل رايت كليك على الام اس سلكتد اللي هي الصوره المختاره ومن ثم اقول له سيف ايمج از. من اختارها اكيد راح تطلع لي نافذه المكان الخزن مالتها وانا اخزنها بيا موقع على صفحه المكتب ديسكتوب واقول له حفظ. لهنا انتهت محاضرتنا واعتقد محاضرة بسيطة وسهلة واعتبر لهنا ما يتعلق بمحتويات الانترنت اللي هو المتصفح
والتعرف على الإنترنت وكيفية إنشاء إيميل واستخدام الإيميل بالإرسال والاستلام. وفيناهن بشكل مختصر وسريع في محاضرتين. أتمنى أن تكون قد نالت إرضاك. اللي عنده سؤال الآن يكتب لي على الشات حتى أجاوب.